سهله يعني انا سمعتهم كنت نتبع عن ناطق برامجنا حتى المجلس القضائي كان عندنا طبيبه مع اطباء اخرين مديريه الصحه قايمه بواجبها واش قال لك ديروا ثلاث حوايج نقا تعقيم يعني لابافيت ديروها والتباعد الجسدي ولا التباعد الاجتماعي قال ديروا هذو الثلاثه وحنا ندخلوا روحنا اذا احترمتوا هذه الاجراءات قادرين باش نقضوا على هذا الوباء في الولايه اذا ما احترمتوش يبقى الوباء وما نقدروش نديروا حتى حاجه يعني ثلاث كلمات قالوها في المجلس القضائي في المؤسسات العقابيه طبقنا البروتوكول تاعها ما كان حتى واحد يدخل المجلس القضائي بلا بابات ولا ما يديروش تعقيم بعد الخروج والاجراءات صرمه جاونا اطباء شافوا كل يوم يراقبون من حقهم يراقبوا لان مؤسسه تاع الدوله لازم يراقبوا الناس اللي راهي في الحبس باش يتقاس واحد تموت كل الدوله تتقلب حقوق العالميه تتقلب الناس تضحك علينا برا دول اخرى قال لك الجزائر ما قدرش لان موش ما عندناش اطباء ما عندناش وعي اجتماعي برا كاين فئه من المجتمع واعيه والحمد لله قادره وكاين هذيك المجتمع اللي ما على بالوش لحد الان يقولوا ما كاش منها يعني كلام غير معقول غير مسؤول برا حنا قاعدين نشوفوا حتى المواطنين اللي راه برا يشوف ولده يلعب في الديمينو قدام الشرطه يجيهم يدخلوا الشرطه يروحوا ما يخرجوا يعني لا مسؤوليه يعني علاش كان سيد الوالي يقول على الاقل تكاتفوا كلنا بتوعيه المجتمع يعني كون ما توعيهمش من بعد تجي الاجراءات الاخرى حنا نديروا التوعيه نفهموهم نوصلوا بالعقل الى ما حبوش نديروا اجراءات قانونيه ياك راه القانون واضح تحكموا نحيلوا الطفطافه تاعو ولا سيارته وتروح تخلص مليون حالا ومن بعد تزيد تفوت في العاده انتهى الامر برك يعني كون نبقاو بالطريقه هذه البلاد راح تروح ما الطبه فشلوا يعني نورمالمون تشجعوا اكثر من ذلك عليه كان يقول لك ما عندناش ما عندناش كذا والناس راهي تسمع والناس كيما تسمع ما كاينش هو ماش مريض يروح يقول له دير لي بلاصه المجتمع تاعنا ماهوش واعي لدرجه باش تتصرف معه تصرف لائق فهناك مجتمع فئه الحمد لله الفئه الاخرى تطبق عليها القانون يعني ولينا ندخلوا خلاص درك ما بقاش هضره يعني الضبطيه القضائيه راح تقوم بالواجب تاعها موراها العداله بصرامه تامه شكرا لكم.